السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج محمد صالح داود، ونستأنفها بعد فترة انقطاع طويلة نتيجة توعك العم أبو صالح. وهذا الجزء حاج، بدنا نسألك عن لما اليهود يعني صاروا يتجبروا، صاروا يعني يعملوا هجوم على القرية، على القرى المجاورة وعلى القرية وعلى كذا، هل فكرتوا تتسلحوا يا حاج؟ فكرتوا تشتروا سلاح؟ طبعا فكر، ليش لا؟ فكرنا ندافع عن نفسنا. نعم. طيب ليش الجبر؟ ندافع عن نفسنا طبعا. طيب من وين اشتريتوا سلاح يا حاج؟ ما بعرف. طيب في ناس اجوا لسوريا، ناس اجوا للبنان. يمكن أظن كان السلاح من سوريا. من سوريا ولا كان يجوك تجار على القرية يا حجي؟ كيف ما بعرف والله، يعني أقول لك عارف، وكيف يعني كنت ما يعني هذاك الوقت يعني كبير وعارف. طيب حجي، الناس جمعوا فلوس مع بعض عشان يشتروا سلاح، ولا كل واحد يشتري سلاح على كيفه يا حجي؟ لا، كل واحد يشتري على كيفه. على كيفه. طيب الجيش البريطاني يا حجي أعطاكوا أسلحة؟ لا ابدا. طب في حدا من الجيش البريطاني او ضباط او جنود عرضوا اسلحتهم للبيع لكم يا حجي؟ ما بعرف، ما بعرفش. ما بتعرف. طيب الناس كيف وفروا مال حتى يشتروا سلاح يا حجي؟ طبعا لما خمس قروش يجمع يروح يبيع سوي ورثه وذهب اسرته عشان سلاح حتى يدافع عن نفسه. طيب حجي، تتذكر حجي امتى وصل السلاح للقرية؟ يعني صار مع الناس سلاح بأي شهر من أشهر 48 أو 47؟ تقريبا من 47. نعم. صار يعني الناس سجل السلاح، سجل السلاح ودافع عن نفسه من 47. نهاية 47 يا حجي؟ نهاية 48 سلعنا. نعم، قصدي اشتريتوا أسلحة بنهاية 47 يا حاج، بداية 48. بال47. نعم. كان الشباب بال47. طيب حجي، كان كان الإنجليز كان موجود بعده. نعم. طيب حجي، كان في مدرب يدرب الشباب على السلاح، ولا كانوا يدربوا لحالهم يا حاج؟ لا، كان في أظن كان واحد من نجلة الجيش الإنقاذ. الجيش المقدم اللي جاء على فلسطين في السبادي والعربية اللي نزلوا وأكثر. نعم. يمكن أظن كان واحد يدرب، بس مين بعد ما بعرف، بس ما يخلي. ما تتذكر اسمه يا حجي؟ لا والله. ما كان إنه الشباب اللي كان في هذاك الوقت يدرب، كان يمكن كان ضابط يدرب. طيب حضرتك كان معك سلاح يا حجي؟ لا. طب شو انواع الاسلحه حجي اللي الناس اشتروها؟ كانوا العثماني. عثماني. انجليزي وفرنساوي. طيب حجي، السلاح كان جيد ولا كان دون المستوى؟ ما اقول سيء الجوده يا حجي كان؟ مش كل هذا، مش هالقد. طيب كان الناس اشتروا ذخائر مع السلاح يا حجي؟ طبعا لما مش ليش انها يعني كان في كميات من الذخائر كافية ولا كانت قليلة يعني؟ قليل. قليل. ما بتتذكر عم الضابط اللي كان يدربكم على السلاح؟ أنت كان معك سلاح يا حجي ولا لا؟ والدك أو عمك؟ كان مع حياة أبوي. نعم. لما إجت استحلة الإسرائيل جمعوا أهل البلد. طيب. وربوا السلاح كله يا سند البلد. طيب حجي، مين كان مسؤول عن تنظيم الدفاع عن القرية؟ بلدنا؟ نعم. ك...
كان مبدى فرحات. شو اسمه؟ يعني هو اللي كان قائد مبدى فرحات؟ مبدى فرحات ورشيد العبد، ثلاث قوات كان مبدى فرحات ورشيد العبد ومين كمان؟ عبد بشر. عبد؟ عبد بشر. بشرة؟ بشر بشر عبد بشر. طب حجي هؤلاء يعني كان لهم عندهم خبرة في القيادة؟ كان عندهم خبرة؟ كانوا هن مسؤولين بهذاك الوقت، كانوا قوة، هن يعني قائدين للثورة. طيب حجي كانوا عاملين خطة للدفاع عن القرية ولا هيك حجي عشوائية المسألة؟ لا عشوائية. طب حجي اللي يعني اشتروا أسلحة كم واحد تقريبا؟ تقريبا يا حجي كان لما اجى اليهود واخذوا السلاح من البلد، أنا احنا كنا صرنا برا. نعم. سمعت 42 بارودة اخذوا. 42 بارودة يعني قول 50 بارودة مع اللي طلعوا برا. تقريبا حوالي 40-50 بارودة اخذوها. طب حجي في ثوار اجوكم من خارج القرية، ثوار يعني من القرى المجاورة، ساعدوكم في الدفاع عن القرية ولا لا يا حجي؟ لا، كان كل واحد مثل ما دافع عن قريته. طب حجي وصل للقرية الجيش الإنقاذ؟ ايه كان في البلد كان. عددهم كبير ولا شوية يا حجي؟ والله طبعا كثار من كل الدول. شو كثير كانوا لابسين زي موحد حجي ولا كل واحد شكل؟ لا تقريبا كل بلد كانت بس هو الملبوس هو لبس بدائي. نعم كان لابسين بس بدائي. طيب حجي اسلحتهم كانت ثقيله ولا خفيفه يا حجي؟ والله لما نزل جيش الانقاذ كان معه سلاح منيح. يعني كان معهم دبابات كان مثلا؟ ما يعني رشاشات ما كان مدفعية معهم. معهم مدفعية؟ مدفعية مدفعية كان معهم. طب وين تمركزوا يا حج؟ تمركزوا كل بلد يتمركزوا فيها تقريبا. انتوا بالنسبة لكم بقريتكم وين تمركزوا؟ وين كانوا عن في القرية؟ جوا القرية ولا على أطرافها يا حج؟ لا برا. برا. طيب كانوا عندهم شوادر ولا تحت الشجر يا حج؟ تحت الشجر. طيب كنتوا تساعدوهم في الاكل والشرب ولا كان معهم اكلهم وشربهم؟ يعني اكل وشرب معهم. معهم. تتذكر مين كان القائد تبعهم يا حجي؟ لا مش معروف؟ لا معروف بس انا ما بعرف. انا بهذاك الوقت يعني ما يعني اتخالط وايه واشير حتى اعرف ابناء. طيب يا حجي اجاكوا جنود نظاميين عرب؟ وصل الى عندكم جنود نظاميين مش جيش انقاذ، جيش عربي يعني جيش سوري او مصري او؟ لا 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 كله كان جيش الانقاذ. بس جيش الانقاذ. كيف كانت علاقتكم انتم وجيش الانقاذ يا حجي؟ منيح. واحد بيجي يساعدك وما بدك تكون معه، جاي ناصرك من برا من اي بلاد، ما بدك تكون انك يعني انت اسناس جاي من برا لا المساعدة. كيف انت بدك تساعده يعني اللي انت بتحصل النير مثل ما بقول مثلا. طب حجي قريتك مجد الكروم نسقت مع القرى المجاورة حتى يصير في دفاع مشترك ولا كل واحد كان يفكر بنفسه؟ لا لا كان في مشترك، في تنسيق مشترك. كان مع اي قرى يا حجي؟ كان بل عنده دير والبانة. دير ايش حجي؟ دير الاسد. دير الأسد والبعنة. والبعنة نحب يعني هذول الجوار يعني لما يصير إشي الكل يقوم مع بعضها بعض الناس كل مع بعض. يعني قصدي حجي كان في اجتماعات مشتركة يجتمعوا قيادات كل قيادة من؟ إذا هني القيادة كانوا يجتمعوا ممكن يجتمعوا مع بعض هني يعني. نعم. بس يعني أقول لك بعرف كيف ما. طيب حجي بنيتوا استحكامات على حول القرية؟ لا ما كانش في استحكامات ولا شيء. ما عملتوش يعني لا خنادق؟ لا دشام ولا خنادق. طيب تشلع كنت زي ما أقول المشهد. كيف؟ تشلع. طيب حجي كنتوا تطلعوا مناوبات ليلية؟
حراسات؟ هذا كان يطلعوا. انت ما كنت تطلع يا حاج؟ لا ما بقول لك انا بذاك الوقت يعني. قديش كان عمرك انت ليش بذاك الوقت؟ تقريبا لما طلعنا بس طلعت حوالي بعرفش 23 24 كذا. طيب كان تطلع يا حاج شب هيك؟ كنت يعني كنت شب لكن ما تدخلش الجنبي. طيب حجي الله يرحمه اخوك شو اسمه اللي كان يطلع يا حجي؟ احمد توفى الله يرحمه. ايه امتى توفى يا حجي؟ من سنتين عليه رحمه الله يا حجي. طيب حجي كلها ما شفت الحمد لله كلها من فرحه ثم بشر وكذا كله يعني كله حجي توفى. سنه الحياه كل الحياه والله كل الحياه. طيب يا حجي المناوبات الليليه مين كان يشرف عليها وينظمها؟ هن المسؤولين المسؤولين في البلد كانوا هن يعني كل أربعة خمسة كذا كل ليلة يطلعوا أربعة خمسة يعني مثل تقول حراس على البلد حدا يفوت عليها يعني. طيب من أي جهات كنتوا تحرصوا يا حج؟ من الغرب. من الغرب؟ ليش بس من الغرب يا حج؟ لأنه اليهود بدك تقول كانوا بعكا كانوا بعكا واحنا شرقية عكا طبعا بدنا نكون غربي البلد لانه عكا غربينا احنا هو بدنا نيجي غربي البلد. طيب حجي هاي عكا نعم هاي مسجد كلوب هاي مسجد كلوب هاي عكا احنا بدنا نيجي هيك يعني غربية حتى طيب حجي مبدا فرحات ورشيد العبد وعبد بشر كانوا يفتشوا على الحراسات يا حجي يفتشوا على الحرس انهم سهرانين ولا مش سهرانين ينظموا العمليه هم ولا غيرهم؟ لا انك بدك تقول انه كان كل واحد معه فرقه. نعم كل واحد معه فرقه وكل واحد نشوف عن فرقته يعني اللي هن كانوا برا ما ليش حتى عليه كثير بالبلد تنظيمها من هو فيها يعني. مين اللي كان ينظم عملية المناوبة طيب؟ بعرفش والله صدقني. طيب كان في كلمات سر يا حجي؟ في الليل لما يكونوا ناوبوا واحد يسلم واحد يحكي له كلمة السر ولا ما في؟ ما في سر ما في سر. طيب يا حجي على البسيطة على البساطة. طيب يا حجي ثوار القرية اللي معهم أسلحة أو غير اللي معهم أسلحة شباب القرية كانوا يفزعوا لقرى مجاورة يصير عليها هجوم؟ ايه طبعا ليش لا؟ فزعتوا لمين فزعتوا طيب يا حاج؟ فزعوا لشفا عمر. لشفا عمر؟ صار عليها هجوم يعني شفا عمر؟ صار عليها هجوم شفا عمر والناس يعني بدك تقول فعلا انه راحوا يساعدوا. كان صار جيش الانقاذ موجود يعني بهذاك الوقت. طب لما راحوا مشي ولا بسيارة يا حاج؟ لا مشي. معهم أسلحة ولا بالعصي؟ لا بسلاح. بسلاح؟ لا بسلاح. طيب لما راحوا يا حاج ورجعوا طولوا نفس اليوم ولا ثاني يوم ثالث يوم؟ لا كيف؟ أظن ثاني يوم. ثاني يوم رجعوا؟ آه ثاني يوم. رجعوا. حدا استشهد أو حدا جرح يا حجي؟ أتذكر ايه استشهد واحد اسمه حسين الناصر يمكن حسين واحد من دار الناصر اظن حسين الناصر واحد من دار الناصر صالح الناصر صالح الناصر طيب حدا انجرح يا حجي؟ بهذاك الوقت في شفا عمر يعني من ابناء قريته انجرح علي يونس جرح علي يونس وطاب بعدين عالجتوه يا حجي؟ اخذوه مثلا بتذكر كان في مستشفى بالناصرة واخذوه على الناصرة على المستشفى. كان في مستشفى اخذوه على الناصرة. طيب حجي انتوا حدا غير اشفى عمر فزعتوا لقرى ثانية؟ استشهد فرج. فرج مين يا حجي؟ فرج اسماعيل استشهد.
من أي عائلة فرج إسماعيل يا حجي؟ من دار إسماعيل. وين استشهد فرج إسماعيل يا حجي؟ بالجبل الغربي البلد. وهو رايح عشف عمر ولا؟ لا كانت في معركة حد بلدنا واستشهد في حد البلد. بين مين ومين؟ الطويل بقولهم طويل، الجبل اسمه الطويل. طب بين مين ومين صارت المعركة هذه في طويل يا حاج؟ بين أهل البلد والمجاورين واليهود. أي قرى قصدك مجاورين حجي؟ الدير والبانية والنحل. كلهم تمركزوا في الجبل؟ كلهم يفزعوا مع ضغط بعض الناس، كل البلد تفزع بعض. نعم. فزع. طب حج اليهود كانوا هاجمين على قريتكم ولا على قرية ثانية في الجبل؟ لا نحن طبعا بلدنا هي سد لهذيك البلاد. فتجمعتوا أو تجمعوا الثوار في هذا الجبل؟ يتجمعوا ويجوا عليه الجبل. كم مرة عم يتجمعوا هناك صار معارك؟ بس يصير معركة تسمع الناس إنه في اليهود هجموا دافع عن بعضها، تيجي المجاوري وكلها تفزع لبعضها تفزع بعض. طب بس فرج اسماعيل توفى استشهد يا حجي ولا في اخرين برضو استشهدوا؟ احمد بشر اخو عبد بشر رايد وكمال بشر كامل بشر. طيب حجي تتذكر هذا الحكي قبل ما تطلعوا يا حجي؟ طيب قبل ما تطلعوا بكم هؤلاء الشهداء يعني قضوا نحبهم؟ أظن بفتكر بالـ 47. طيب بهذه المعركة مين جرح يا حجي؟ سار بتذكر واحد انجرح، مين هو؟ أنا ناسي. بتذكر ساكر. طيب حجي بمعركة شفا عمر، بمعركة شفا عمر. قتلوا الشباب من حدا من اليهود؟ لا. طيب مين انتصر فيها هذه المعركة معركة شفا عمر؟ حارب ورجعوا كل واحد. ما صار لا لهذا ولا لهذا، لهذا انتصر ولا لهذا انتصر. طيب بمعركة الجبل الطويل يا حج أيضا أوقعت خسائر في اليهود؟ لا لا أقول لك حياة طايش. طيب حجي هذا متخبين ورا الجبل هالشفاء هذا متخبين، هذا أول صلاة هذا أول صلاة واللي له نصيب استشهد زي ما بقول لك. نعم. طب حجي قبل الاحتلال القرية استقبلتوا لاجئين من قرى أخرى؟ من وين؟ من البروي. نعم. شعب جوارنا يعني. طولوا عندكم يا حجي؟ لما سلعت الناس يعني قعدوا لهم شهر شهرين؟ يمكن أكثر. طب وين قعدوا يا حجي؟ في البيوت عند الناس يعني يستأجر بيت يقعدوا كذا يعني مش تحت الشجر مثلا أو بلى في عزر بين الزيتون. نعم بين الزيتون يقعدوا. طيب ساعدتوهم يا حج؟ ليش؟ مي أكل شرب؟ مي وأكل هني يعني طبعا فلاحين يأكل عدس ويشوف يعني يحصل عدس ورغل كذا. طيب حجي حجي اثناء المناوشات مع اليهود واثناء معارك جبل الطويل او الذهاب الى شفا عمر تاثرتوا زراعيا، تاثرتوا تجاريا، تاثرتوا اقتصاديا يا حجي ولا لا؟ لا يعني ظلت اموركم زراعيه زي ما هي؟ يعني ظلت تروحوا على الزراعه عادي؟ عادي. تنقلكم يا حج من قريتك للقرى الثانية أو لمدينة عكا ظلوا سهل ولا صارت عندكم مشاكل؟
لا ما في شيء مش مشاكل بريك. ما في مشاكل. نعم. أكل ما هني لما استحلوا أكل اليهود. لما صار استحلال أخذوا حيفا ومن حيفا زحفوا على عكا. طب حجي سامع بمجزرة دير ياسين؟ لا ما سمعت فيها؟ مجزرة دير ياسين؟ بسمعت. شو سمعت عنها يا حجي؟ سمعت انه دخلوا اليهود عليها وبدأ شو فيها ذبح ما يجد عن حدا لك في ولا غير. طيب لما سمعت فيها كنت بعدك في القرية ولا كنت طالع؟ لا بالقرية. طيب سمعت من الراديو حج ولا من حكي الناس؟ حكي بعرف ممكن هي ما كانش في راديوات حتى بالك راديو واحد في البلد كان دكان فيش. نعم ممكن إن كان بالراديو من أو من الناس سمعت الناس الدير ياسيني والدير ياسيني غير يعني مذبح الدير ياسين دير ياسين نعم دير ياسين أثرت على العالم يعني اللي سووها خوف الناس صار الناس تخاف تهرب نعم خلاص تهرب الناس. طب حج سمعت عن مجازر أخرى غير مجزرة دير ياسين؟ إحنا ناس بلدنا لما دخلوا عليها صفوا ثنانية على 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 الحصان ورشوها. مين هم الثمانية يا حجي؟ والله تذكر شوي شوي بعد بتذكر من شعب ومن البروي ومن بلدنا من مجاكلون صفوين و ناس اسميه سدي ناس من دار فرحات في حدا يا حجي؟ ناس مين نسيب بعد اذا من بلدنا بتذكره أبو معيوف. شو اسمه أبو معيوف يا حاج؟ بصير ينسى بنسى انت أبو معيوف. طيب محمد الحج أبو معيوف وغيره يا حاج هذا اللي بعرفه من بلدنا مين ناسي بس هني اللي صفوين ثمانية صفوين هي ويعطوا كمان احنا كنا سماسعين بس سمعنا يعطوا عليهم كمان تيجي الخمسة ستة كلها الضربة بالشخص نفسه عفل ما ينبغوا حتى. طب شو السبب حج هؤلاء؟ يرموا الرعب بس عشان يخوفوا الناس؟ لا طبعا هذول كانوا مشبوهين انه هذول كانوا قاتلوا طفول. نعم. طب حجي استشهاد عبد القادر الحسيني قائد كبير أثر على معنوياته يا حجي؟ لا لأنه هو أثر بالأصغر. نعم بالقصر وإحنا ما جيكو ما جيكو حتى سؤال يمكن بين القصر وبلدنا بيجي من القصر. نعم لا ما أثر على معنويات الناس. لا ما أثر. بس كونه يعني حجي قائد ومسؤول كبير ويستشهد ما خي يعني ما شعرته انه يصير في فراغ قيادي يعني في فلسطين حجي القائد الحسيني ابو ذره ابو ابراهيم الكبير ابو ابراهيم الكبير هذا كان قوي يعني. طيب حجي حجي انتوا غادرتوا قبل الاحتلال؟ لا ما غادروا قبل الاحتلال. انت قلت لي ان طلعتوا قبل ما يجوا اليهود. لا لما احتلوا قبل ما يدخلوا البلد هربنا. طيب يعني صار هجوم على القرية يا حجي؟ ايه. طيب قبل ما يصير احتلال في حدا غادر القرية لحاله يا حجي؟ ممكن بس ما اظن ما كانش
ما كانش حدا يهرب من البلد قبل ما يحتل. جيت اللي بدك تديري بالك جيت اللي مبين اذا ما رأيت لا بديش الشريط شريط لا بنتبه حاجة ما حدا غادر قبل ال لا 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 طيب حاجة صار هجوم على قريتك؟ ايه صار من الشرق والغرب انه من صفد الرامي نحف ليك من شرقه ومن غربه طبعا من عكا وهجوم طيب بايه؟ من هون ومن هون الجيش كان بايش هجموكوا يا حجي؟ شو الاسلحه اللي استخدموها في الهجوم؟ طبعا رشاشات ودبابات وغيره بس يعني مدفعيه لا ما ظن فيش مدفعيه بس رشاشات تتذكر حج التاريخ الهجوم؟ انا ما كنت لما هجموا انا كنا شن طبعا ب 48 10 شهر 10 48 10 لما هاجموا 48 10 شهر 10 شهر 10 شهر 10 باخر السنه يعني واحنا طلعنا ب 48 10 هرب اصلا طيب لما هاجموك انت كنت داخل القريه حج ولا كنت طالع لا كنت صار يعني قبل الهجوم حج قبل الهجوم يعني هو الهجوم بدك تقول صار الظهر او كذا هيك بعض الوقت احنا طلعنا بالليل هربنا قبل بليله يعني ايه بنفس الليل هربنا الليله الثاني يوم الصبح هجم اليهود هجم طب حجي كان عندكم شعور انه اليهود راح يهجموا بهذاك اليوم؟ لا طب شو سبب لعد خروجكم من القريه؟ خرجنا لانه جيش الامطار جمع الناس نادى في البلد انزلوا اتجمعوا اجت اوامر كان ضابط تركي في البلد عندنا أنا ما كنت موجود بعد شوي بس الجمع الناس كان ضابط تركي والله عظيم ترى وين قالوا أعجبكي وقال لي إخوان إجا عمر بجيش الإنقاذ بالانسحاب بالضبط الشاب يطلع يهرب المرأة الطفل الاختيار يبقى ما بيساعدش فعلا الشباب هذاك الوقت كله طلع ظل الاختيارية العجزة والنساء اللي هم ما يقدرش يطلع هذاك الوقت طيب حاج كثير اللي هربوا في هذا اليوم كل الشباب اللي بيقدر يطلع طلع كل من بيقدر يطلع يهرب وعنده لانه مسافه بعيده من لبنان من فلسطين للبنان مشي ست سبع ساعات ثمان ساعات مشي طيب حجي لما صار الهجوم ثاني يوم الظهر سمعتوا عن الهجوم انتم؟ سمعنا الهجوم انه صار عليكم هجوم على القريه واحنا برا طبعا سمعنا بنفس اليوم حجي سمعتوا؟ لا لا سمعنا شو كان رد فعلكم على هذا الهجوم يا حاج؟ شو كان احساسك؟ ما صدمتنا بشيء، احنا برا. مثل ما حتى قبل ما بس اجى اليهود وشلحوا السلاح من الناس. جمعوا طيب حجي هذا الهجوم صار الظهر. ايه انا بعرفش الظهر الصبح الساعة 10 11 هيك شيء طبعا. طبعا. نسمع يعني احنا كنا صرنا برا بس قالوا هجموا اليهود اللي هرب غدر يطلع من هجموا اليهود قال اجوا من شارع من صوب صفر واللي اجى من صوب عكا طب تركوا للناس مجاري شردوا يا حجي ولا؟ بلى يعني فتحوا لهم الطريق؟ طبعا لو بدنا نقتل الناس ما خلوش حدا سالم بس ايش؟ لما طلعت الناس وجينا هيك صاروا يقوسوا بالعالي على الناس حتى ايش؟ يلا 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 روحوا بعد روحوا بعد تهرب الناس ايه
وش العصى الناس صحيح. طيب حجي، اثناء هذا الهجوم استشهد حدا من ابناء قريتك بهذا الهجوم؟ لا بس هم لما وصلوا القرية حجي اليهود لما احتلوا القرية قتلوا 8 شباب من أبناء القرية. بعد ما استحلوا، لأنه في ناس 2 3 4 لما هي كيف ما احنا نشوا حملوا علم وإنه احنا مسمينه راحوا لليهود احنا مسمين اللي يجوا منهم من هو نسلموا ما أوسوا كثير، بس اللي يجوا من هون وكانوا مش مسلمين بلش كثير واسع البلد رعبوها رعب. طيب أحدثوا خسائر في الممتلكات حجي في البيوت نتيجة هذا الهجوم؟ لا لا. طيب حجي دافعك الأساسي للخروج هو تحذير الجيش الإنقاذ للشباب؟ نعم. تتذكر شو كنت تلبس لما طلعت من القرية يا حجي؟ عادي منطلون قميص؟ اي مثل ما انا هيك ولا شيء. وانا طالع لقيت حرام مرمي، الله 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 بعث لي اياه، قلت له انا والله صوتي حاسس الحرام تحتي وفوقي برميش. طيب حجي انتوا لما خرجتوا فقط الشباب خرجتوا مع سوا؟ لما خرجتوا قبل بيوم بس الشباب؟ الشباب. طيب ثاني يوم لما خرجوا الناس خرجوا كثير. طيب خرجوا العائلات ثاني؟ لما انه استحلت اسرائيل البلاد وهذا اللي صار يهرب يطلع تهريب، يعني طلع تهريب كمان، بس طيب هني هني يعني فاتحين الطريق للي بده يهرب يعني يطلعوا. طيب في ناس هربوا يا حاج، في ناس بقيوا في القرية؟ كثير بقيوا؟ كثير، كل العجل هلا قريتنا عامري بلدنا مجك وعامري. طيب يا كثير سكر. طيب هذول اللي ما هربوا عمي شو كان مصيرهم؟ اللي ما هربوا عادي في البلد. طيب النسبة اللي هربوا أكثر من نسبة اللي ظلوا ولا العكس يا حاج؟ مين أكثر هرب ولا أكثر ظل؟ لا الأول ما طلعوا اللي سلع أكثر من اللي ظل، بعدين بلش يرجعوا صار يرجعوا بس الأرض صار يرجعوا. طيب حجي لا بخاف عارفة ليه؟ لا أنا يعني ماخد بالي أصلاً. طيب حجي الناس اللي طلعوا حجي وين راحوا بشكل مباشر؟ انت رحت لوين يا حجي؟ على لبنان. على لبنان. طيب العائلات ثاني يوم لما طلعوا ابعدوا عن القريه ولا كانوا ضلهم في محيط القريه يا حجي؟ في منهم هرب بدك تقول بالجبال، اتخبوا بالجبال، ولما استحلوا العود عاودوا رجعوا على البلد بالجبال، يعني متخبيين عاودوا رجعوا من على البلد. طيب اليهود استقروا في القريه يا حجي ولا عملوا دوريات ولا شو اللي عملوا؟ دوريات. طلعوا من القرية؟ طلعوا. حصوا الناس؟ طبعا حاصروها وجمعوها اللي مين كان عنده سلاح وما سلاح وغيره وغبوا السلاح، سلموا سلاح لليهود. طيب برضو حج اليهود يعني أحصوا الناس الموجودين هناك ولا ما أحصوهم؟ طبعا أحصوهم، لأنه أحصوهم كانوا يقولوا قسيمي، يعني عبارة عن هويات، كل اللي بقيوا حصوا عن هويات مثل هويات. طيب اللي في الجبال ورجعوا ردوا حصوهم يا حاج ولا نفس الإحصاء؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء زي اللي موجود. نعم. طيب حجي يعني نسبة اللي بقيوا في القرية أكثر من نسبة اللي خرجوا بعد ما رجعوا اللي في الجبال؟ لا أكثر. الحمد لله. اللي هربوا بدك تقول في فتيات فتيل، يعني بعدين شوي وخافوا على حالهم، انه لانه فتيل الشاب كان مقصود انه يتعذب او يقتلوه او كذا يعني. طيب حجي بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله.